مع التطور التكنولوجي في كتير اشياء تحولت الكترونيا وتكنولوجيا، مثل الكتب تحولت لكتب الكترونيه، وايضا كتير مصانع اعتمدت على الشغل من اليدوي للشغل التكنولوجي، وايضا الرسائل النصيه اللي كنا زمان نكتبها بايدينا تحولت لكبسه زر تقدر توصل لاي مكان في العالم. اليوم موضوعنا هو عن الرسم اللي تحول ايضا لرسم الكتروني، له اهدافه، له ادواته، وله ايضا ميزاته. تابعونا بهالحلقه لنحكي عن الرسم الالكتروني. حتى نحكي أكثر عن الرسم الإلكتروني أكيد لازم نحكي عن أدواته وأيضاً أهميته في الحياة وأهميته للفنانين، أهميته للأشخاص اللي بيستخدموا هذا النوع من الرسم. منرحب بضيفتنا الموظفة في جامعة النجاح الوطنية ومنسقة وحدة تنمية الكفاءات والتدريب في الجامعة الأنسة سهير صالح. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك، يعطيك العافية. الله يعافيك. اليوم إحنا مستضيفينك بعيداً عن وحدة تنمية الكفاءات في الجامعة وبعيداً عن عملك مع الشباب في التدريب وأيضاً في أمور مبادرات الشبابية. اليوم رح نحكي عن موهبة بتمتلكها سهير وهي الرسم الإلكتروني. فإذا من البداية أكيد منرحب فيك معنا ببرنامج تعرف كيف. يعطيك العافية. الله يعافيك. وحابين نعرف إيش هو الرسم الإلكتروني. الرسم الإلكتروني هو مرادف للرسم اللي إحنا بنعرفه كلنا، بس هو الاختلاف والاختلاف بالتولز اللي إحنا بنستخدمها. يعني الرسم بالعادة الرسامين أو ناس اللي عندها موهبة هي بترسم باستخدام القلم والورقة، بس الرسم الإلكتروني إجا تطوير للتولز اللي كانت تستخدم، وصار الإشي بدل ما يصير على ورق يصير إلكتروني من خلال سوفتوير وبرامج برمجيات موجودة على الكمبيوتر. أدوات تختلف نهائيا. أدوات تختلف بالضبط، مش بس القلم اللي إحنا متعودين عليه، قلم الرصاص أو الأقلام الألوان. وصار بإمكان إنه التعديل على الأشياء اللي إحنا بنرسمها من خلال الكمبيوتر ومن خلال البرمجيات اللي نستخدمها على الكمبيوتر. وطبعاً بيختلف الموضوع حسب شو الهدف من الرسم. يعني تمام، هي النقطة اللي كمان حابين نعرفها أكتر، إنه إيش هو الهدف من الرسم الإلكتروني؟ إمتى بيلجأ ممكن الرسام أو المبدع حتى إنه يحول رسمته اللي بيرسمها بطريقة طبيعية بالألوان باليد إلى رسم إلكتروني؟ إيش هي الأهداف والأغراض المستخدمة للرسم الإلكتروني؟ هلا في عدة أهداف للاستخدام لل الناس بتتوجه أو الرسامين بتتوجهوا للرسم الإلكتروني. أول إشي يعني هو اللي صار الموضوع إنه كتير الأشياء اللي لها علاقة مثلاً بالأنيميشن والأفلام الكرتون والأنيميشن الدعائي زي الموشن جرافيك وهاي الأمور، فصارت هي أكتر إشي دارج بالرسم الإلكتروني. إنه بالنهاية إنه أنت بتصمم كاركتر أو شخصية، ممكن تكون لشخص أو تكون لحيوانات، وبتم رسمها من خلال الكمبيوتر واستخدامها بعدين في التحريك في الانيميشن كفيلم كرتون او ممكن كدعايه مثلا لمنتج مثلا زي كوكاكولا او بيبسي او هيك اشياء. هلا في كمان استخدموا كمان بعض الرسم الالكتروني ممكن على بوستر، يعني اذا بتشوفوا بتلاحظوا كثير مثلا بكون في مؤتمر بتلاحظ انه في ممكن بكون داخل البوستر شخصيات شخصيه معينه. في بعض المؤسسات وهلا الاتجاه، وهذا الاتجاه صار عالمي وصارت شركاتنا تتوجه له، انه كثير في دعاياتها بتلاقي في البوسترات شخصيه كاركتر بتمثل مثلا الحمله اللي هم بدهم يشتغلوا عليها، وهذا الشيء اقرب للجمهور صار. كمان في احيانا في رسم اللاندسكيب اللي احنا بنسميه اللي هو المناظر الطبيعيه، صار في كمان مدارس جديده صارت ترسم هذا الشيء على الكمبيوتر، ترسم المناظر الطبيعيه ويطلعوا في لوحات الكترونيه عالميه من خلال البرمجيات الكمبيوتر. نعم. وهذا التوجه يعني صار كثير دارج حاليا. تمام، اذا احنا اخذنا نبذه عن فكره وهدف الرسم الالكتروني. هلا حابين نعرف اكثر ايش هي الادوات. لما بنحكي احنا عن الرسم العادي والفرق ما بينه، انت بما انك كمان موهوبه بالرسم اليدوي عم تستخدمي ألوان أيضا لوح كرتون إلى آخره، من نتفرجي السادة المشاهدين بعض من رسوماتك، هاي من الرسم اليوم رح نشتغلها كمان بالرسم الإلكتروني. هاي الرسمة قديش أخذت معاكي وقت وإيش هي الأدوات، وكيف هلأ بدنا نحولها لرسم إلكتروني وإيش الأدوات اللي بنستخدمها بالرسم الإلكتروني؟ طبعا هو بيختلف الرسم كمان اليدوي حسب شو الهدف اللي أنا كمان بدي منه. يعني هل هاي اللوحة أنا بدي إياها نهائية وبدي أعرضها، أو إن هي بس عبارة عن سكتش عشان تساعدني إني أنا أرسم إلكتروني. بالنهاية الرسم هو الشخص لازم يكون في عنده ميول للرسم، لازم يكون عنده موهبة.
هلا الهدف النهائي هو اللي بحدد انه قد ايه عدد الساعات اللي انا بدي ابذلها على الرسمه او قد ايه الجهد اللي بدي احطه فيها. يعني هل هو الموضوع انه انا بس حيلا بس بدي احط خطوط على اساس اعرف بالنهايه شو اشتغل هون؟ هدفك النهائي الكتروني وليس اللوحة. وحسب شو الهدف من اللوحه. يعني انا مثلا اذا هاي اللوحه بدي اياها خلص بس تعبر عن سهير وانه يعرفوا انه هاي من جزء من رسماتي، طبعا لازم ابذل عليها جهد اكثر من هيك وبدها تعديلات اكثر من هيك ولازم تكون بطريقه بروفيشنال أكتر. او انا بس الهدف اني انا اعرف مثلا كيف الالوان راح تكون، كيف الرؤيه البنيه الرسمه راح تكون، وهذا الاشي كتير بيسهل بدل الكتروني. وكتير في ناس حتى اللي ببلشوا جديد بالرسم الالكتروني بغلطوا انه ببلشوا الرسم هون، وهذا الاشي مش صح، مش دائما بكون صح. حلو يكون عنده يعني بالنهايه خطوط عريضه انه كيف يشتغل عليها، لانه في العاده في ناس حتى لما تبلش رسم الكتروني بتكون لسه افكارها مخربشه وبضلها تخربش وبضلها تزيد وتعيد والهذا، والاشي كتير باخذ وقت على السوفت وير اكثر. فهو الأصل أنك أنت بحط اللي بدك إياه. وهذا الإشي كمان حتى في الأنيميشن، يعني مثلا بالشركات العالمية مثل ديزني وشركات اللي بتنتج أفلام من هذا، إحنا بنشتغل ستوري بورد، في إشي اسمه ستوري بورد وبجوز أنتوا بعرف شو بالعادة هي رسم القصة أو رسم الفيلم بطريقة يعني مرسومة بالضبط بطريقة مرسومة. فلازم يكون في إشي يدوي بالعادة الستوري بورد، لازم يكون في إشي يدوي، والإشي اليدوي هذا بالأخير بتم تحويله بعديها على الأفكار. حتى إنه إحنا نحول هاي الرسمة اللي هي مستخدمة فيها الالوان حكينا هون، طبعا هنا هي الوان مائيه اللي تم استخدامها في، طبعا نوعين، في نوع اللي هو التحديدات او شرق طبعا بالرصاص او الافكار الرئيسيه بنبلش نحط الخطوط الرئيسيه بمرحله السكتشات اللي هي بالرصاص، بعدين بنعمل مرحله التحبير بنسميها او الانكينج باستخدام قلم اسود عريض بايلوت او حسب شو، في ماركات كتير مستخدمه. بنعمل مرحله اللي هي التحديد الخطوط الرئيسيه وعشان نلغي ايش في خطوط مثلا كانت خطأ أو إنه مش مزبوطة. وبعديها بتيجي مرحلة اللي هي التلوين. التلوين المرحلة الأولى طبعا في نوعين حتى على سواء الكمبيوتر أو حتى على اليدوي، في نوعين من التلوين، في التلوين الفلات اللي هو بس أنت بالنهاية مثلا هاي البلوزة لونها أخضر فبس لون أخضر سادة، وفي اللي هو بكون مع الشادو مع الظلال بتبلش تضيف الظلال عشان تعطي بعد حقيقي أكتر للرسمة، بعد مثلا في الألوان مثلا في الشعر بكون في مثلا ألوان متداخلة. طبعا كل ما زدتي بالشادو كل ما زدتي في الخطوط كل ما زاد الوقت الرسم كل ما أخذ ساعات أطول. يعني ممكن الرسمة اللي فلات تاخد مثلا من 3-4 ساعات، على الشادو والهاد ممكن تاخد 2-3 أيام بشغل 3 ساعات يوميا أو 4 ساعات يوميا. مقارنة بالرسم الإلكتروني قديش هياخد وقت تقريبا اليوم معنا؟ حسب إحنا هلا إحنا ممكن بس رح أفرجيكم خطوط على الأقل الرسم الرسم، وممكن ناخد تلوين جزء من التلوين بس. هي بالعادة بتاخد شغل أكتر، يعني بدها 3-4 ساعات لتطلع في المنتج النهائي، فهو بده جهد أكتر وحسب إذا كان نضيف شادو أو لا، هذا كمان الإشي باخد ساعات أكتر. إذا إحنا الآن رح نحول هاي الرسمة اللي رسمتها سهير بإيدها من رسم سكتش خلينا نحكي مبدئي بالضبط لرسم إلكتروني، ونشوف كمان إيش الأدوات اللي رح نستخدمها بالإضافة لللابتوب أو خلينا نحكي الكمبيوتر الخاص. بالضبط. في إحنا عم نشوف عنا لوح أمامك، عم نشوف قلم خاص وأيضا الآيباد والتليفون، كمان رح تحكي لنا أكتر كيف كمان ممكن إنه إحنا نستخدم الرسم خلال الحلقة، فعرفين على هاي الأدوات. طبعا في عدة هي تولز بالنهاية إنه إحنا نقدر نستخدمها، وبترجع حسب الشخص حسب كمان إمكانياته حسب يعني هو قادر إنه يجيب هاي التولز أو لا، وهي بتختلف من شخص لشخص. بالنسبة للجوال في تطبيق اسمه أدوب سكتش بتقدر تستخدمه، وبتقدر تستخدمه أي قلم، يعني هذا القلم بتقدر تشتروه من أي متجر بتقدر تستخدمه. التطبيق نفس الإشي على الموجود على الآيباد، أنا بقدر أعمل بروجكت جديد وأختار حجم الشاشة وأختار حجم الفرشاة اللي بدي إياها واللون وبقدر أرسم عليها. هذا رسم العادي، هذا الرسم، وهذا رسم إلكتروني بتقدري كمان تستخدميه تتحوليه لإلكتروني، لأنه المنتج هلا راح أفرجيكي أكتر على الآيباد نفس الشيء. قديش كمان انه احنا الادوات بحياتنا متوفره معنا اذا بنحكي احنا على الاداه الكبيره الموجوده عندك اللي هي اللابتوب واللوح اللي رح نشرح عنه اكثر، ممكن هذا مش متوفر مع اي حدا. بالزبط. ولكن الايباد والتليفون موجود موجودين اكثر، اي حد بيقدر يمارس كمان هواياته. بالزبط. بالرسم وبيقدر كمان يطور حاله ويتاخذ ايده، وحتى لو مشيت ايده كثير، وحتى يعني حتى في موقع اسمه للمصممين اسمه بيهانز رح تشوف انه حتى على الجوال في ناس بتقدر تطلع يعني رسم كثير متقن مع التمرين ومع التدريب، لانه صحيح. حجم الجهاز بحددك كمان انه تكون شاشة كبيرة او اصغر انه هذا.
بما يتعلق في الايباد، في عده تطبيقات على الايباد. طبعا هذا ايباد ابل برو بيجي معاه قلم للرسم خاص للرسم، وهذا المعظم البرة كتير بيستخدموه. بعض التطبيقات اللي للرسم، في عندنا تطبيق ادوبي سكتش اللي هلا شفناه على الجوال، بتقدر كمان تستخدميه تعملي بروجكت جديد. بنختار مثلا حجم الشاشه، بتجينا شاشه بيضاء نفس الشيء نفس الجهاز. في عنا عدة فراشي للرسم، نقدر نختار حسب شو نوع الإشي اللي إحنا بدنا نرسمه. بتقدر تتحكم بحجم الفرشاي، اللون تبع الفرشاي. مثلا بدي أنا لون أسود، بختار لون أسود أدل إذا كانت بدي إياها خفيفة أو بدي إياها درجة الغمق تبعتها بتحددني. وطبعا بقدر أتراجع يعني الأدوات اللي عم تحكي عنها. والرسم بذكرنا كمان إنه برامج والتطبيقات الموجودة في الكمبيوتر أو حتى التطبيقات الإنترنت كمان هي في تطور. يعني إذا طبعًا. إحنا نتذكر وإحنا صغار أول ما تعرفنا على الكمبيوتر كان في برنامج اسمه الرسام. كانت موجودة هاي الأدوات بطريقة كتير بسيطة. مزبوط. في منا كان يعرف يستخدمه يرسم رسمات حلوة، والبعض الآخر كان مجرد يعني أشياء بسيطة. كمان هاي البرامج هي كمان عم تتطور حتى تخدم الفكرة الموجودة عندنا. يعني إحنا اليوم عم نحكي عن فكرة تحويل الرسمات العادية للرسمات الإلكترونية. ليش هاي البرامج فعلًا هي عم تخدم عم بتكون سهلة بمتناول اليد، إنه مش بحاجة كتير لتدريب ممكن في دورات أو في معاهد، لأنه بيقدر أي حدا إنه من خلال التجربة يقدر إنه يستخدم هذا البرنامج. هي الكونسبت تبع معظم البرامج تبعت البرمجيات الرسم، معظمها بتعتمد على 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 يعني خلينا نحكي كونسبت مشترك. في كونسبت مشترك بالرسم. إحنا في بنستخدم مثلاً إشي لايرز، موجود إشي لايرز اللي هي الطبقات. طبقات هاي موجودة كمان حتى في برمجيات مثل الفوتوشوب وال الاستخدام الفراش الرسم هذا موجود برضه هون موجود هون. بس شو بيختلف من برنامج لبرنامج؟ شو الاختلاف؟ احيانا الفراش اللي بيعطيك اياها مختلفه حتى في التطبيقات. يعني مثلا الايباد عندنا في تطبيق مثلا ادوبي سكتش اللي حكينا عنه، في كمان تطبيق اسمه بروكرييت. بروكرييت هذا تطبيق جديد، بس هذا التطبيق لازم تدفع عليه مصاري، بيختلف عن ادوبي سكتش مجاني. يعني مثلا انا البروكرييت بدفع عليه اشتراك سنوي تقريبا 40 شيكل. بيختلف بحجم التولز، بيختلف بحجم الفراشي، بيختلف بنوعية الفراشي، بيعطيك أشياء أكثر من الأدوب سكتش. فالتولز هاي كل ما كانت التولز كل ما كانت أكثر، كل ما سهلت علينا شغلنا وكل ما كان الشغل بروفيشنال أكثر. تمام، خلينا إذا ننتقل إحنا للموضوع الرئيسي الموجود معنا اليوم. بعد ما تعرفنا على هاي الأدوات سواء كانت من التليفون أو حتى من الأيباد الممكن كمان رح تساعدكم، رح ننتقل للكمبيوتر وعم بنشوف لوح خاص للرسم. بعد ما كان الرسام بيستخدم الريشة والقلم واللوحة، عم نشوف إشي إلكتروني. قديش هذا الإشي كمان مهم بيساعد الرسام؟ بيساعد جدا. هلا في أنا تعرفت كتير على فنانين بيقدروا يرسموا من خلال الماوس من هاد، بس كتير الموضوع صعب، خاصة لأنه أنت عم ترسمي شخصية بترسمي بإيدك، كتير بكون صعب على الماوس وبدها تدريب سنوات لتقدر تكوني تعطي إشي نوعا ما بروفيشنال. في اللي اخترعوه يعني هذا من سنوات اللي هو التابلت الرسم، عدة أنواع وعدة شركات. أفضل شركة للشركات التابلت الرسم هي شركة واكم، يعني زي كيف شركة آيفون والسامسونج من أفضل شركات لهذا، نفس الشيء نعتبر الواكم هو من أفضل شركات الرسم. بيجي طبعا هو عدة أنواع وعدة موديلات وبتقدر ينشر أونلاين. بيجي بالعادة الواكم هذا بيجي مع قلم للرسم، وهذا القلم بيشتغل كمان مثل الفارة. يعني أنا هاي بحرك مثلا بيتحرك على الكمبيوتر، بيتحرك كمان مثل الفارة، بقدر استخدمه مثل الفارة وبقدر استخدم سواء برنامج خاص أو حتى مثلا على الانترنت. مثلا أنا هاي مثلا فيسبوك بقدر استخدمه مثل كأنه ماوس، فهو مثل الماوس. بيجي كمان معاه طبعا هو في إله راس، وهذا القلم لا ما بيشحن بدون شحن، هو اصلا خلص باخذ من الجهاز. بيجي طب معاه كمان روس، عده روس لل مثل كان عم نستخدم انواع من الفرشاي. لا هي نفس الفرشاي، بس كيف احنا مع الرسم بالعاده مع السنوات هذا القلم بصير ينمح شوي شوي، فبصير اداؤه بصير يتراجع، يعني بصير غلط الاحتياط. فهاي زي بالضبط زي باك اب، انا بقدر اغير هاي الراس، اغيرها واحط ابدلها هاي الراس بعد ما يعني مثلا بعد عده سنوات حسيت انه هاي الراس بلشت تنمحها معي. فهذا بيجي مع الواكم. طبعا بيجي كمان معاه وحده وايرلس بالعاده بتكون مشبوكه هون ومشبوكه هون. انا ممكن استغني عن الـ عن الـ عن الـ 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 الـ
كيبل، هو كيبل مشبوك مع الكمبيوتر، بقدر استغني عنه وانا اصير اشتغل فيه اونلاين، يعني هيك بقدر احط هذا واصير اشتغل فيه بالضبط وايرلس. هذا الاشي بيجي. طبعا احنا اليوم لانه بدنا نرسم هاي الرسمه عشان اقدر انقلها على الجهاز، انا صورتها على الجوال قبل هيك، صورتها وبعتها على السوشيال ميديا وعملت داونلود للصوره. هلا الشيء ليش انا عملت هيك؟ عشان يسهل علي، لانه انا اخذت الصوره، اخذت الشيء بالضبط كيف الشكل، وهيك انا بس بضل علي مرحله اني اطبق والون واضيف الاضافات. طبعا. على متشوقين جدا ان نشوف ومتحمسين وحابين على طول ندخل بموضوع انه كيف ممكن انا احول هاي الرسمه وكيف ممكن تطلع، هل راح تكون مشابهه للرسمه اللي راح ترسمها سهير هلا على الكمبيوتر او لا. تابعونا لنهايه الحلقه حتى نقدر نعرف كيف الرسم الالكتروني. طبعا بدي أأكد على شغلة إنه السوفت وير اللي رح نستخدمه اليوم هو إليستريتر، هو بيجي برنامج من عائلة أدوب. طبعا في عادة البرسم الإلكتروني بيقدروا يستخدموا إليستريتر أو فوتوشوب. إيش الفرق بين التنين؟ الكونسيبت تبعهم مختلف شوية. الفوتوشوب بيعتمد اعتماد على البكسل، يعني كمان هذا برجع للهدف الرسم اللي أنا شو اللي بدي أرسمه. في رسمات مثلا تطلب بهاي كواليتي تكون عالية، إذا بدي أستخدمها على الفوتوشوب ممكن تبكسل معي، فممكن أنا أستخدم بديله اللي هو الإليستريتر. طبعا أنا هاي برمجة الإليستريتر، برنامج الإليستريتر موجود. الرسمة أنا عملت لها أوبن من خلال الكمبيوتر عندي. طبعا هلأ أنا رح أعمل ملف جديد عشان أقدر أنفذ عليه. بعمل ملف جديد طبعا لأنه هذا بورتري رسم عادي، فبختار طولي ومنبلش شغل عليه. طبعا هلا باخذ الرسمه، انا هاي الملف الجديد اللي راح ابلش شغل عليه، راح اخذ الرسمه اللي انا رسمناها وشفتوها، راح اخذها اسحبها للملف اللي انا راح اشتغل عليه. هلا رسمه جاهزه عندنا على برنامج الإليستريتر. طبعا انا خففت الاضاءه تبعتها عشان كمان ما تاثر، لانها ملونه الرسمه فعشان ما تاثر علي. وهلا انا ببلش استخدم، طبعا اخترت الفرشاي وببلش هلا امشي على الخطوط اللي انا موجوده عندي. طبعا بدها هاي كتير تركيز، بدها تركيز وبدها كمان يعني تعيدي وتزيدي وحسب بس بدي اكبر الشاشه. طبعا انا برسم الخطوط الرئيسيه، رح تشوفوا هلا كيف رح اعدلها. طبعا اول شيء انا رسمت الوجه، ورح تلاحظوا انه انا الوجه ما مريت عليه بشكل دقيق، لاني بعديها بصير بعمل اعدل الخط انا مثل ما بدي، واعدل الخطوط زي ما بدي حسب السوفت وير اللي انا بستخدمه. السوفت وير اللي عندي اللي هو الإليستريتر بيعطيني ميزه، اذا بتلاحظي انه انا اقدر اتحكم بالشكل الخارجي بالضبط، واقدر اتحكم بالخطوط اللي انا رسمتها حتى تاخذ المنحنيات اللازمه للوجه حسب ما انت رسمت وحسب انا قد رسمت. واحيانا بدي احكي كمان اضيف شغله، انه انا مش لازم اتقيد بالرسمه زي ما هي، يعني هي الرسمه ممكن يكون في اخطاء في الوجه عندي لما تكون موجودة على الورق، بس أنا بقدر بالضبط بقدر أعدلها حسب ما أنا بدي. وطبعا حسب الآيباد أنا بقدر أتحكم بالريزوليوشن عندي وحسب الهاد. طبعا أنا هاي الخطوط رح أبلش أمشي عليها وببلش أعدل عليها مثل ما أنا بدي حسب شو الأشكال اللي عندي اللي بيعطيني إياها والهاد.
evolutionary process going on. But mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. مشاهدينا حتى نشوف كيف تحولت الرسمة اللي رسمتها سهير في البداية بطريقة يدوية كيف تحولت إلكترونية من خلال الأدوات اللي حكت لنا عنها سهير. سهير وصلنا للنهاية وعن جد يعني كتير قريبة الصورة بطريقة إلكترونية. الآن قديش يعني هذا الوقت وهذا الجهد كيف ممكن هلأ نستفيد منها والآن صارت عندنا الصورة مرسومة بنقدر نعدل عليها بنقدر نعملها باستخدامات تانية تستخدمها بوستر لحملة إلى آخره. قديش هذا الإشي عن جد ممكن يكون بيضيف لمسة للرسمة الأساسية؟ طبعا هي هلأ ممكن كمان تاخد التعديلات ممكن نعدل عليها يعني ممكن كمان تاخد أكتر من وقت كمان تعديلات نظرا للسرعة اللي اشتغلنا فيها. هلأ بنقدر ناخد هاي الصورة نحفظها كملف بي دي اف وممكن نحفظها كملف كصورة مثلا صورة عادية جي بي جي أو الهاد. طبعا بقدر استخدمها أضيفها على بوستر هلأ مثلا إذا في عندي مثلا بوستر بقدر أضيفها كبوستر أو على دعوة انفيتيشن أو مثلا أحفظها كصورة عادية وبقدر أشيرها على الفيسبوك. بقدر كمان استخدمها مثلا أعملها إكسبورت مثلا لبرنامج أنيميشن أو مثلا لأفتر إيفكتس. بقدر أصير ممكن أحرك التم إذا أعمل كمان تم تاني مسكر أو أفتح بقدر أعمل على أشكال تحريك أخرى للصورة. تحريك صغير تمام. يعني إحنا من خلال تحويل هاي الرسمة وعرفنا إيش الأهداف كمان عم نشوف نماذج سابقة اشتغلت عليها سهير يعني مثل هاي الرسمة تحولت بالنهاية لرسم إلكتروني يعني جد طريقة مشابهة جدا مع تغيير اللبسة مع تغيير الألوان مع تغيير ممكن لون العيون. طبعا نقدر نضيف عدة أشياء يعني نقدر نتحكم من خلال البرنامج نقدر نعدل كتير شغلات. أيضا من فوائد الرسم الإلكتروني مش بس الرسم العادي بنقدر نحوله الرسم الإلكتروني كمان صوركم الشخصية إذا بتحبوا تحتفظوا فيها بنسخة إلكترونية تتحول إلى شخصيات كرتونية كمان في هاي ممكن تكون هدية حلوة تمام يعني. في كتير ناس بيحبوا هذا الإشي وبيطلبوها وبيهدوا بعض فبتكون هاي شخصية حقيقية وسهير حولتها لشخصية مرسومة. كمان الجانب الوظيفي ممكن هو الجانب الأهم من هذا التعب وهذا الشغل. أنت بالنهاية بتشتغلي رسم إلكتروني مثل ما ذكرت في البداية مؤسسات يعني بتاخد شخصية معينة وبتشتغل عليها وكل مرة بطريقة شكل وهي من إحدى الشخصيات الإلكترونية أو الرسمات الإلكترونية اللي رسمتها سهير لشركة أو لمؤسسة دعائية كانت بتاخد يعني هاي الشخصية إلها بحملتها الأخرى. المؤسسة كانت بتشتغل على ترويج لمنتجات المنتجات النسائية اللي بيشتغلوها مثل المخللات مثل المربيات فأخذت هذا الطابع فأخذوا هاي الرسمة طلبوا مني أنه على أساس نحط على البوسترات وكل الإعلانات اللي راح كانت ترويج لهاي المنتجات. يعني من هون نقدر نعرف كمان فائدة الرسم الإلكتروني لكل المهتمين في هذا الجانب أنه رسمتكم تقدر تتحول لشخصيات إلكترونية حتى أنها تدخل على الإنترنت على التصميمات على البوسترات. يعني لهون إحنا عن جد بنكون شاكرين لك كتير مع الصورة النهائية اللي كمان هلأ رح تظهر على الشاشة للسادة المشاهدين ويشوفوا قديش إنها بتشبه الرسمة الأساسية اللي اشتغلتها سهير في بطريقة يدوية. لهون إحنا بنكون وصلنا لختام البرنامج وقدرنا إنه نعطيكم نبذة صغيرة بالبرامج بالأدوات عن الرسم الإلكتروني. متشكرك جزيل الشكر على وقتك وجهدك سهير. شكرا على الاستضافة وكتير استمتعت اليوم في الحلقة ويعني كان إشي كتير حلو إنه يتم تسليط الضوء على 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 هذا النوع لأنه فعلياً عنا هون مش كتير المحترفين أو مش كتير المتمرسين لهذا النوع من الرسم. تمام يعني إحنا كمان استمتعنا وأنا شخصياً رح بعد الحلقة تنزلي للبرنامج على التليفون حتى إنه أحاول أطور أجرب أرسم أو حتى أحول صورنا الشخصية يعني. لإلكترونية. شكراً كتير لإلك سهير وأيضاً شكراً للسادة المشاهدين. نلقاكم بحلقة جديدة من برنامج بتعرف كيف.